السلام عليكم طلاب، طبعا اليوم خبرنا بخصوص تعطيل الدوام راح يكون ليومين حسب قرار صدر من مفوضية الانتخابات. مفوضية الانتخابات تعلن بأنه قالت راح سيتم تعطيل الدوام يوم 17/12 ويوم 18/12، وذلك الأيام اللي راح تصادف موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق. طبعا هذا حسب قرار مفوضية الانتخابات، قالت راح يتم تعطيل الدوام ليومين 17 و18 من الشهر الـ12، لكن لحد الآن ننتظر الخبر الرسمي من مجلس الوزراء. يعني بذاك اليوم لازم ننتظر الخبر الرسمي من قبل مجلس الوزراء حتى يتم التعطيل بشكل رسمي. هو أكيد أكو تعطيل بشكل رسمي، بس يوم الانتخابات، يعني يوم واحد بس. المفوضية قالت التعطيل راح يكون لمدة يومين، فننتظر الخبر الرسمي من رئاسة مجلس الوزراء حتى نعلن لكم إن شاء الله. أتمنى التوفيق لكم.